هذه الوداديه هذه تاسست سنه 2004 بسميتو على اساس انها باش تدير واحد المشروع في سيدي رحال. في سنه 2006 كيتفاجئوا جميع المنخرطين بان هذا المشروع هذا تحول للاقليم الجديده، يعني بعد على سيدي رحال واحد المسافه ديال 11 كيلومتر. على كل حال الاخوان كانوا مسبقين الفلوس ديالهم، قالوا ما كاين مشكل نتسناو هذا اللي بان. قالوا هاد اللي بان قالوا هادو ما عرفوش الوجود ديالهم، على اساس ان المكتب وعدنا انه غيسلمنا اللي بان قالوا سنه 2012. في 2012 ما سلمناش اللي بان قالوا، ما دارش الجموع العامه، ناض الصداع ناض الغوت. اش دار واحد الجمع العام في 2013 وجا وقال لنا في الجمع ديال 2013 بانه سالا دار لي ريسبسيون دار كل شيء، بقى عام مشكل ديال لي جاردان ولي كلاسمون. احنا من 2013 كنتسناو نتسناو، في 2015 قلنا بان الامور كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، ان البروجي واقف. تحركت واحد الجمعيه، هذيك الجمعيه بدات كتواصل مع المكتب. ملي كت هذيك الوقيته بان بان الامور ما غاداش كما يجب. استقاله ديال اعضاء ديال المكتب ديال 2013، اعتراف ديالهم بان الامور ما غاداش مزيان مع الرئيس. تفاجؤوا ان الرئيس داير واحد استقاله ومخبيها وما معلنهاش على عند لا المنخرطين ولا المكتب ديالو. تما بانت بان الامور ماشي هذيك، دار جمع عام استثنائي. هذا الجمع العام الاستثنائي دار فيه مكتب جديد. هذا المكتب الجديد هذا وقف على اساس على جوج ديال الحوايج. هاد جوج الحوايج انه يكمل البروجي ويتابع المكتب القديم اللي الرئيس ديالو اللي هو دابا صدر فيه حكم ابتدائي. هذا الحكم الابتدائي اللي صدر فيه بناء على شكاية دارت في شهر 12 2016، والحكم تصدر بتاريخ 19/1/2022، وتسلمنا الحكم ديالو بشهر 1/2023. وكان الحكم يعني لا يرقى الى الطموحات ديال المنخرطين اللي هما 514 واحد. درنا الاستئناف ديالنا وحنا دابا راه في محكمه الاستئناف. الاخوان ديالنا المنخرطين راهم داخلين القاعه 6 كينتظروا النقاش ديال الملف ديالنا، وكنتمنى على الله ان المحكمه تنصفنا. وعندنا الثقه الكامله في الجهاز الراعي ديال المحكمه ولا الراعي ديال القضاء.